وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عيدكم مبارك وسعيد أعاذنا الله عليكم وعلى أمة الإسلام بالنصر والتمكين سبحان ربك رب العزة عما يصفون شيء لا مهدي إلا من هديت ولا ضال إلا من أضللت ولا مستور إلا من سترت ونورا في نباتنا ونورا في قبورنا ونورا في حشرنا ونورا نتوصل به الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله هداية القرآن للناس هداية شاملة ودلالة كاملة لا تقتصر على مجال دون غيره قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وما ذاك إلا لأنها هداية من رب كريم نزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وما ذاك إلا لأنها هداية من رب كريم قادر قوي متين قاهر غني حكيم شاكر عليم خلق البشر وعلم سرائره من أمثاله وهي قوانين وضعية قاصرة لا وجه للمقارنة بينها وبين منهج الله ولا تستقيم الحياة إلا بمنهج الله وإذا كان غير المسلم الله